إذا تبت إلى الله سبحانه وتعالى واستغفرت ربنا سبحانه وتعالى من كل ذنوبك الكبيرة والصغيرة، ما هي كل ذنوبك، ورجعت صفحتك بيضاء جميلة كيما ولدتك أمك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله وبيكم وجعل الجنة يا رب مثوانا مثواكم. أهلا بكم حلقة جديدة معنا، وهو الاستغفار والتوبة مع بعض. إن ربنا سبحانه وتعالى قريب سبحانه وتعالى يجيب دعوة الداعي إذا دعاه، والاستغفار أما يجيب دعوة المضطر إذا دعاه. وإن الواحد لازم يستغفر ربنا سبحانه وتعالى مرارا وتكرارا. سائل بيسأل بيقول أنا عملت ذنوب كتيرة واستغفرت، مش عارف أبدأ الاستغفار إزاي. أبقى أنا كلمت فتاة في الليل بالليل وضاعت مني صلاة العشاء ومعرفتش أصلي، وضاعت مني فريضة، وعملت ذنوب كتيرة ومش عارف أبدأ الاستغفار إزاي، مش عارف أتوب إزاي، مش عارف أبدأ إزاي. هل أنا لو استغفرت من الذنب ربنا هيقبل توبتي؟ هل أنا لو أنا ضاعت مني الذنوب وكلمت صديقتي وقعدت أتكلم معاها وعملت معاصي وذنوب وحاجات كتيرة، هل ربنا هيقبل مني التوبة ولا لأ؟ طب أنا عملت فاحشة وفي ذنوب قديمة وفي ذنوب جديدة، طب أستغفر من أنه ذنب؟ طب أنا أستغفر من أنه استغفار؟ فالاستغفار سبحان الله العظيم الشيخ بيجيبه يعني، وانا ببلغكم عنه، ان سبحان الله العظيم ان الواحد إن لازم يستحضر ان ربنا سبحانه وتعالى غفور رحيم، ربنا سبحانه وتعالى يغفر الذنوب جميعا، ربنا سبحانه وتعالى يقبل توبة العبد اذا هو تاب واستغفر ورجع الى الله سبحانه وتعالى. الاستغفار من الذنب سبحان الله العظيم يمحي الله سبحانه وتعالى الذنوب. ولو انت حبيت تستغفر وتتذكر ذنوبك القديمة والحديثة والقديمة، تستغفر منها وتتذكر الذنوب مع وانت بتستغفر، يعني نستغفر الله العظيم ونتوب اليك. مثلا من كل فتاة نظرت اليها او كلمتها على الشات او تحدثت معها بغير محرم، او ده طبعا ده ذنب ما ينفعش ان احنا نعمله. ونستغفر الله العظيم مثلا من كل صلاة ضيعناها، ونستغفر الله العظيم من كل عقوق للوالدين، ان انا دعيت ابويا وامي، او استغفر الله العظيم واتوب اليه من كل الذنوب بدقاء وجلها اولها واخرها علانيتها وسرها. استغفر الله العظيم من كل ذنب عملته يا رب في ايام الماضيه وايام المقبله وهكذا. فانت لو استغفرت ربنا سبحانه وتعالى عز وجل في من كل ذنب انت عملته، ربنا هيغفر ذنبك وهيقبل توبتك سبحان الله العظيم. وانت لو استغفرت ربنا هيتوب عليك وهتبدا صفحه جديده وترجع كما ولدتك وامك صفحه بيضاء جميله. فجميعا كلنا نستغفر ونرجع الى الله سبحانه وتعالى ونمسك السبحه ونستحضر ذنوبنا ونستغفر الله العظيم الذي لا اله الا هو الحي القيوم ونتوب اليه. عدد خلق ورد نفسي وزنة عشر ومداد كلمات، يعني أذكار الاستغفار كثيرة أوي. وأستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه، أو أستغفر الله العظيم وأتوب إليه، أو أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. عدد خلق ورد نفسي زي ما حكينا من شوية. والإنسان لما يستغفر سبحانه العظيم ويتوب إلى الله سبحانه وتعالى، من هو من جنس الدعاء سبحان الله العظيم، ربنا يقبل دعائك ويستجيب ليك سبحان الله. ولما تستغفر من ذنب معين وتبت إليه ورجعت إلى الله سبحانه وتعالى من جميع الذنوب العظيمة، ربنا يغفر لك كل الذنوب العظيمة والصغيرة والكبيرة سبحان الله العظيم. وبيقول لك سبحان الله العظيم برضك إن الحسنات يذهبن السيئات، وقول الله سبحانه وتعالى سبحان الله والحمد لله تمحو كل الذنوب. سبحان الله، تمحو كل الذنوب والذنوب الصغيرة والكبيرة وكل ذنب. يعني وانت بتستغفر لازم تستحضر الذنب اللي انت عملته عشان ربنا يغفر لك كل الذنوب سبحانه وتعالى. والحسنات يذهبن السيئات، يعني افعل كل ما فعلت ذنب اعمل حسنة وراه، يعني كل ما فعلت ذنب استغفر ربنا او سبح الله او احمد الله او طلع صدقة او اعمل اي حاجة جميلة ربنا يغفر لك الذنوب. وفي حديث صحيح اخرجه مسلم في لفظه ايعجز احدكم ان يكسب كل يوم 100,000 حسنة؟ فسأل سائلا وقال في مجلسه كيف يكسب احدنا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم 100 تسبيحة؟
فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا قلت سبحان الله وبحمدي تكتب لك 1000 حسنة وتمحو عنك وتحط عنك 1000 خطيئة. سبحان الله العظيم، ذكر سهل جدا يمحو لك الذنوب بالآلافات سبحان الله، ولكن إحنا لازم نستحضر العمل والنية لله سبحانه وتعالى، إن ربنا كريم وإن ربنا غفور وإن ربنا رحيم. ربنا سبحانه وتعالى اسمه الغفور الرحيم، غفور يغفر الذنوب ويتوب إلى العبد. ربنا سبحانه وتعالى ينادينا سبحانه وتعالى، يعني الإنسان لما يذنب ذنب ويبتعد عن الله سبحانه وتعالى، الله سبحانه وتعالى يناديه: هل لك رب سواي؟ هل لك رب سواي يغفر الذنوب ويتوب عليك؟ يعني سبحان الله لازم الدعاء ده الواحد بيقشعر منه كل لما أقرأه أو أسمعه أو أقوله. سبحان الله، يعني احنا مالناش غير ربنا سبحانه وتعالى، هو اللي بيغفر الذنوب، هو اللي بيتوب علينا سبحانه وتعالى عز وجل. فاللهم اغفر لنا الذنوب جميعا دقها وجلها ولا وآخرها علانيتها وسرها. فسبحان الله العظيم، طول ما انت قاعد بتستغفر، استغفر ربنا من المشاهد اللي شفتها، استغفر ربنا من كل صلاة ضاعت عليك، استغفر ربنا سبحان الله العظيم من كل، اتمنى الهوا ما يكونش بأثر على الصوت، يا رب يا رب كل الهوا ما أثر على الصوت، استغفر ربنا سبحانه وتعالى من السهر الليالي اللي انت ضيعته وضاع منك كل صلاة فجر، واستغفر ربنا سبحانه وتعالى من كل عقوق عقيقته لأبوك وأمك، استغفر ربنا سبحانه وتعالى من كل ذنب صغير وكبير، وأعمال بقى الجوارح وأعمال القدم وأعمال اليدين، انت عملت ايه، كسبت ايه بإيدك، عملت ايه، مشيت برجلك في معاصي عاملة ازاي، فاستغفر ربنا سبحانه وتعالى منها. فكل ما استغفرت ربنا سبحانه وتعالى، ربنا يحبنا ويجعلنا من التوابين المستغفرين التائبين الى الله سبحانه وتعالى. وبعد ما تخلص استغفار وانت اعترفت بقى خالص ان انت، يعني زي ما قال بعض المشايخ، اعترفت ان انت نيرة خالص في كل الذنوب اللي انت عملتها، صلى على الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم كذا مرة، ليه؟ عشان ربنا يقبل استغفارك بفضل الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا دقها وجلها اولها واخرها علانيتها وسرها، يا ربنا يا رب العالمين، ما ظهر منها وما بطن في كل ذنوبنا يا رب، ومعاصينا اللي ماضت واللي جت واللي لم تحضر، فاغفر لنا واجعلنا من عبادك التائبين المستغفرين الحامدين الشاكرين لك يا رب مرارا وتكرارا. وكنت معكم اختكم في الله هبه علام، وما توفيقي الا بالله، عليه توكلت واليه انيب. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. شير ولايك كومنت جميل كده من ايديكم الحلوة، احلى متابعين في الدنيا. السلام عليكم.